أبدأ مع الأستاذ محمد قليوين رئيس الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب، والبداية ماذا عن الواقع الحالي لدور الشباب في المغرب ودورها في عملية تأطير ومواكبة هذه الفئة، فئة الشباب؟ أكيد جدا، نتكلم اليوم عن مؤسسة التنشئة الاجتماعية اللي هي مؤسسة دار الشباب. نعم، ودار الشباب هي مؤسسة تعنى بالشبيبة المغربية والطفولة المغربية، وتنفتح على المحيط ومحيط القرب. ودور الشباب كما أشرتم في المغرب أكثر من 627 دار الشباب موزعة على المناطق المغربية. دار الشباب هي فضاء للترفيه، فضاء كذلك لاكتساب المهارات على المستوى الفنون بشتى أشكالها، سواء الثقافة، سواء الرسم، سواء المسرح، سواء السينما، وكذلك هي مجال خصب لتقوية قدرات الشباب في مجموعة من الميادين، سواء على المستوى التكوين الذاتي والشخصي. ونعتبر دار الشباب، ودائما أقولها، هي مدرسة لمن لا مدرسة له. نعم، بحيث هي مدرسة التواصل، هي مدرسة الحوار، هي مشتل الديمقراطية التشاركية. ودار الشباب تبقى دائما هي الروح التي نؤمن بها جميعا. دار الشباب كانت خريجة أو أعطتنا مجموعة من الفنانين والمبدعين على المستوى الوطني والمثقفين، بحيث في تأسيس دور الشباب تتأسس من دور الشباب الاتحادات الكبرى، من اتحاد النسوي، من الجامعة الوطنية لمسرح الهواة، من اتحاد كتاب المغرب، من السينما ورواد السينما. فبالتالي ظل دار الشباب دائما هي المهد للابتكار والإبداع والخلق، وهذا ما نقوله دائما على أن دار الشباب